ملف رئاسة الجمهورية يدخل مجدداً على خط التسويات السياسية. من سيكون الرئيس الأوفر حظاً؟ وهل أصبحت حظوظ فرنجية معدومة؟ وماذا سيحمل لودريان في زيارته؟ عاد ملف رئاسة الجمهورية ليتصدر الساحة المحلية من الباب العريض في ظل الفراغ الحاصل وغياب التوافق حول اسم مرشح موحد. في المقابل يعود الموفد الفرنسي إلى بيروت الأربعاء المقبل في مهمة على أمل أن تصل الأمور إلى خواتيمها. وأشارت مصادر سياسية لموقع لبنان الكبير إلى أن زيارة لودريان تأتي في سياق متابعة اتصالاته مع القوى السياسية، والعنوان الأكبر طرح مرشح ثالث. كما أكدت أوساط سياسية مطلعة لموقع لبنان الكبير أن رحلة ترشيح رئيس تيار المرد سليمان فرنجية شارفت على نهايتها، ولا يبدو أن هناك ما سيطيل عمرها، مشيرة إلى أن الفرنسيين باتوا مقتنعين بأن لا حظوظ لفرنجية. ووفق مصادر الأنباء الكويتية فأن قائد الجيش العماد جوزيف عون هو الأوفر حظاً للرئاسة، مرجحة أن حزب الله لن يعترض على ترشيح عون، وقد يسعى لإقناع النائب جبران باسيل للقبول به. إنه الأولوية لانتخاب الرئيس، ولكن انتخاب الرئيس ما بيكفي ولوحده منه الحل، بيلزمه برنامج. نحن سميناه الأولويات الرئاسية، بيجي الرئيس لتنفيذه مع الحكومة وبالتعاون مع المجلس النيابي. هيدا بيتطلب وفاق وشراكة، ومن دونهم لا أفق ولا حل. ومن هون نبلش الوفاق والشراكة. قائد جيش بيخالف قوانين الدفاع والمحاسبة العمومية، بياخد بالقوة صلاحيات وزير الدفاع وبيتصرف على هواه بالملايين بصندوق للأموال الخاصة وبممتلكات الجيش. الوفاق والشراكة ما بيقدروا يكونوا انتقائيا على الأساسيات. كيف بالأحرى إذا في حدا بفكره وبسلوكه ولا سمح الله بقراره ناوي يفرض علينا رئيس جمهورية؟ يعني حتى مش قبلين نختار رئيس جمهورية نحن وياه بالوفاق وبالشراكة. كلام الأوساط السياسية أكدته عضو كتلة الجمهورية القوية النائب غادة أيوب. ففي حديث للأنباء الكويتية اعتبرت أيوب أن وصول فرنجي إلى الرئاسة غير ممكن، وذلك لعدم تغير عدد الأصوات حتى الساعة لصالحه، مشددة على أن العودة إلى الدستور والشرعية وانتخاب رئيس للجمهورية هو الحل لحماية لبنان. من جهته اعتبر الصحافي سركيس نعوم في مقابلة ضمن برنامج الحدث على قناة الجديد إلى أن زيارة لودريان لن تنتج رئيسا، خصوصا وأننا في حالة حرب والوضع في لبنان غير ناضج. ممكن أوصل لشيء بالملف الرئاسي، لأنه الأمر الوضع غير ناضج أبداً لانتخاب رئيس للجمهورية. نحن بحرب، نحن عملياً بحالة حرب مع إسرائيل. الوضع الداخلي تعيس، مؤسسات ما في، دول ما في شيء. فكيف بدك تعمل؟ اثنين، المعلومات الأوروبية، يعني ما بعرف أنا إذا يمكن يكون جاي لودريان لشيء تاني غير قصة الرئاسة، بس نحن لأنه مهجوسين بالكراسي، وإن كان ما عاد فيهم إلا الخوزي ما يواخذوني بهالكلمة، بيفكروا انه جاي بالرئاسة. المعلومات الاوروبية وربما الفرنسية من اسبوع كانت تقول ولا تزال تقول او تتوقع ضربة او حربا اسرائيلية مع لبنان.